موجز الأخبار، حياكم الله. سجل في المملكة لهذا اليوم 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 299,831 إصابة، كما سجل 16 حالة وفاة، وغادر المستشفيات 86 حالة بعد شفائها من فيروس كورونا. قال رئيس الوزراء بشر الخصاون أن الحكومة ملتزمة بعدم الاستدانة لغايات الإنفاق الجاري، وأكد أنها لن تطلق وعودا لا يمكن الالتزام بها تحت ضغط الثقة والموازنة. وأشار الخصاون خلال لقائه كتلة العزم النيابية ضمن مشاورات البيان الوزاري إلى أن البيان الوزاري لم يتضمن جداول زمنية لعدم القدرة على التكهن بالتقديرات. قال وزير الصحة نذير عبيدات أنه يصعب إعطاء الفرصة لكل مواطن لاختيار نوع اللقاح الذي يريد تلقيه، مشيرا إلى أن الأردن اتفق مع عدة شركات على توريد كميات من لقاحات كورونا. وأكد الوزير في حديث إذاعي أن كافة اللقاحات التي ستصل إلى الأردن آمنة وبذات الفعالية تقريبا، مبينا أن لقاح كورونا سيصل إلى الأردن خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أعلن مستشفى الجامعة الأردنية اتخاذ قرارات للحفاظ على ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات العلاجية لمرتديه بكفاءة عالية في ظل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات عودة إجراء العمليات الجراحية بشكل طبيعي كما كان الوضع عليه سابقا ضمن إجراءات احترازية مشددة، بينما يستمر سريان قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء تزامنا مع وقف العمل بالدوام المرن والعودة إلى الدوام بشكله المعتاد. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان صرف كامل مستحقات المقاولين المالية للسنة المالية 2020 دون أن يتم ترحيل أي التزام مالي إلى العام الحالي. وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت مشروع قانون الموازنة للعام 2021 لإغلاق المشاريع أو العطاءات المفتوحة حتى تتمكن الوزارة من طرح وإدراج عطاءات جديدة حسب الأولويات والمخصصات المالية المتوفرة بما يخدم المواطنين. كشفت غرفة صناعة الأردن عن خطة عمل للنهوض بقطاع الصناعات الخشبية والأثاث المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الخطة المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات وإعفاء مدخلات الإنتاج للمصانع وتعزيز حصة المنتج الأردني في السوق المحلية وحمايته من تغول المنتج المستورد ووضع مواصفات أردنية وقواعد فنية تمنع استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حكوميا في مدينة طول كرم وألقت قنابل الصوت بداخله، ما أدى إلى ترويع المرضى داخل المستشفى وإرباك العمل في جميع الأقسام. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة تخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف، داعية المجتمع الدولي للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كشفت محادثة هاتفية طويلة نشرت فحواها صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب طلب من مسؤول كبير أن يجد له بطاقات الاقتراع اللازمة حتى يتمكن من قلب هزيمته في الانتخابات بولاية جورجيا. وسارع المعسكر الديمقراطي إلى التنديد بما اعتبر أن ضغوطا مستهجنة، إذ قال النائب آدم شيف أن ازدراء ترامب للديمقراطية قد كشف، بينما نددت زميلته ديبي شولتز بهذا الفعل الذي أقدم عليه رئيس يائس وفاسد بحسب قولها. وقبل الختام نذكر مشاهدينا بمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام. دمتم برعاية الله وحفظه.